رجوع إلى الخلف مباشرة إلى الحارس دون، وأيضا يجب علينا أن نشيد ببعض الفرديات في صورة قشير لاعب وعاد المعيزة، وأيضا قشير شقيق الأصغر لعبد العزيز قشير اللاعب الأسبق أو اللاعب الدولي الأسبق عبد العزيز قشير خريج مدرسة وفاق القل. هذا من جهة، من جهة أخرى بالنسبة لتشكيلة لاعبي فريق شباب قيس أصحاب اللون الأخضر والأبيض، اللاعب رقم 12 هارون كموش لاعب مستوى عالي وعالي جدا، أحيانا أتساءل عن جدوى وجوده ضمن هذه الحظيرة لأنه مستوى أعلى. من جهة أخرى قلت الحارس نصير عبد المالك حارس شباب قيس، الكرة عنابية، لقاء مفتوح على كل الاحتمالات، عنابة ضمنت الصعود وشباب قيس للبرهنة على أحقيته بالمركز السابع، وأيضا للبرهنة أمام هذه الألوف المؤلفة هنا أزيد من 50,000 ولا 60,000 متفرج هنا على أرضية ملعب 19 ماي بعنابة، فضلا عن الملايين اللي تشاهدنا على المباشر عبر الجزائر تي في. كرة قيسية، واحد اثنين ثلاثة، الكرة وتقص من طرف الطلبة. عنابة يا عنابة، وقيس القادمة من عمق الأوراس. الكرة عنابية على مقربة من الدائرة المركزية، تفتك جبار زكي، لكنها تمر مباشرة حكم اللقاء. هذا جبار زكي كنا نشاهده فيه في الصورة. فاوي، خطأ على جبار، خطأ تستفيد منه السيربيكا. التنفيذ يا إما جبار زكي وإما كيموش هارون، والتوزيع بالرؤوس مباشرة، مباشرة ستة أمتار لحارس اتحاد عنابة بن مالك بوعلا. رايحين نتمتعوا اليوم، رايحين نشوفوا شيء موش معتاد الجمهور الجزائري يشوفه عبر الشاشة، بطولة للقسم الوطني للهواة لكن بفنيات راقية يا أمير. خاصة حضور جماهيري فعلا قياسي لا يليق بفريق وفي هذا القسم الذي يعد الأصعب من بين الأقسام، أي قسم لأنه فعلا أي قسم عنده خصوصيات. نعم نعم، مباشرة للتماس صالح فريق شباب قيس، وكان شباب قيس يضغط في هذه الأثناء. توزيع نحو جبار، هذه بعد توزيع شنيجر، شنيجر مرة أخرى تفتك، ترجع مرة أخرى بين أخذ ورد لبولزازم عبد الجليل. تماس حكم اللقاء يقول تماس صالح فريق شباب قيس، يستفيد منه اللاعب مخلولة شمس الدين، البحث عن المساندة، فضل يرجع للخلف، توزيعة ممتازة واحد اثنين مخلولة مرة أخرى شمس الدين، توزيعة بينية ولكن لا أحد في الاستقبال، كانت بعيدة نوعا ما على اللاعب جبار زكي. فكر زميل رضا تيبلباسين أن مباراة الذهاب التي لعبت من دون جمهور انتهت بالتعادل السلبي 0-0. أوي كلو 0-0 بملعب البلدي لقايس، توزيعه هدف أول، هدف أول لاتحاد عنابة، زياني هدف أول، زياني يباغت نصير عبد المالك، هدف أول لاتحاد عنابة في الدقيقة الرابعة دون ممهدات، دون تقديم، دون واجب ضيافة، يؤكدون ويقولون لم نصعد هباء، صعدنا بشق الأنفس والعرق خير دليل على ذلك. زياني يوقع أولى أهداف الطلبة اتحاد عنابة في مرمى شباك شباب قيس في الدقيقة الرابعة، في الدقيقة الخامسة، هدف بطريقة ولا أروع باليسرى. رضا هدف، هدف ممتاز جدا لاعب زياني في الدقيقة الخامسة كما قلت، هدف ولا أروع في زاوية تقريبا مستحيلة، في زاوية شبه مستحيلة، ولكنه سجل هذا الهدف، سجل هذا الهدف. شوف مرة أخرى اللي عاد، شكرا زملائنا التقنيين باليسرى، شوف شوف شوف, شوف. المضايقة، المضايقة
المضايقة، ولكنه كان ذكي. الخبرة، عمل الخبرة، عامل الخبرة، عامل الخبرة أيضا في مثل هذه اللقطات، في مثل هذه المواقف يصنع الفارق. شباب قايز المتأخر في النتيجة، حد عنابة هي المتقدمة بهدف السبق، هدف زياني الدقيقة الخامسة. هي تذكير زميل رضا بأنه أول خسارة تعرض لها اتحاد عنابة كانت برسم الجولة الثامنة أمام شباب حي موسى بهدف مقابل صفر، بينما أهم ميز نتائج اتحاد عنابة هذا الموسم من حيث الانتصارات فكانت إما بهدف مقابل صفر أو هدفين لصفر أو لهدفين لواحد أو أثقل نتيجة 3-0. والكرة قيسية، الكرة قيسية في هذه الأثناء. شباب قيس الذي تأسس سنة 1947 من أقدم الأندية الجزائرية قياسا باتحاد عنابة المؤسس سنة 1983. صورة الطاقم الفني، كمال موسى في الخلف وهو مصاب، يشرف على عارضة الشباب القيسي زهر الدين بوريدان خريج المدرسة الجيجلية بمعية إدريس قيدوم. هناك توليفة بالنسبة لاتحاد عنابة، هذه التشكيلة استطاعت كسر ذاك الحاجز، كل عام يتحصلوا على المركز الثاني وما يصعدوش يا أمين. أكيد اليوم واضح الفارق بفارق 9 نقاط كاملة عن صاحب المرتبة الثانية وهو اتحاد خنجرة. لقاء المنصرم، شباب قيس تفوق على هلال شلغم العيد ب6 أهداف لهدف، أثقل نتيجة محققة في هذه البطولة منذ انطلاقة الموسم، في حين انهزم اتحاد عنابة أمام وفاق القل هناك بالقل بهدف دون رد. الصورة، لاعبين متميزين في هذه البطولة، لاعبين متميزين سواء من ناحية الخبرة ومن ناحية الفنيات والمؤهلات. ربما لفت زميل رضا بالماسين في ما في القسم الثاني لهوات على مجموعة الشرق هو تواجد 1 2 3 4 5 6 أندية سبق لها واللعب في دوري الأضواء على غرار اتحاد عنابة، جمعية الخروب، هلال شلغوم العيد، مولودية قسنطينة، وأيضا اتحاد عين البيضاء الذي بعض منها شارك حتى في المنافسات القارية على غرار مولودية قسنطينة، ودون أن ننسى وفاق القلة المدرسة العريقة كيف حمراء عنابة التي تعاني الأمرين بالمركز الأخير، دون أن ننسى أيضا ممثل الصحراء، الممثل الثاني للصحراء مولودية مخادمة من ولاية ورقلة. توزيع، دون أن ننسى مولودية مخادمة اتحاد تبسة بأرمادة لاعبيه ومتميزيه، حاليا قيد الفريق اللعب دوادي الذي كان صانع أفراح مولودية العاصمة. مولودية كمال مواسى بالعكاز، طهورا إن شاء الله يا كمال. مولودية قسنطينة أو معاهد علوم قسنطينة سابقا كما تسمى، الموك نظير اتحاد أو شباب قسنطينة على مقربة من ظفر لقب الرابطة المحترفة الأولى. اتحاد الشوية بطل الجزائر فيما سبق، هلال شلغم العيد فريقين من ميلا، من شلغم العيد بالضبط، هم هلال شلغم العيد وأمل شلغم العيد ضمن هذه الحظيرة. جمعية الخروب التي سقطت منذ موسمين، ونادي تبورت ممثل الولاية الثاني، ولاية ورقلة الثاني بعد مولودية مخادمة في هذه الحظيرة، وهو في المركز الثالث برصيد 48 نقطة. هذه كلها دلالات على قوة هذه المجموعة، هذه كلها دلالات، سمينا أسماء الفرق دون التطرق لأسماء لاعبيها، لأرمادة لاعبيها الذين يمتعون حتى ولو كانوا في حظيرة الهوات أو بما تسمى حظيرة المستحيلات أو حظيرة النار. هي الفخ، من يسقط فيها صعب أن يعود أدراجه من حيث أتى، ومن يصعد إليها ربما حقق أشواط عدة، الصاعد من حظيرة أو من قسم ما بين الرابطات. صحيح، نجد فريق تقريبا بميزانية تعادل فريق ميزانيته يعني قرابة شهر فقط يصرفها نادي آخر ميزانيته هي على العام طول. هذا دون أن ننسى أن نهنئ كل من نجم مقرى من مجموعة الوسط لبطولة الهواة الذي حقق الصعود برصيد 60 نقطة، وأيضا
الترجي مستغانا من مجموعة الغرب الذي حقق صعود برصيد 64 نقطة. عندما تقول نجم مقرى نقود المدرب صحراوي تهامي الذي ثالث مرة بعد بسكرة وبعد عين مليلة وحاليا نعم بدأ المشوار مع اتحاد عنابة ثم غادر في مرحلة الذهاب، جاء مباشرة بعده كمال موسى وأكمل المشوار لغاية اليوم لغاية الجولة 30 والأخيرة من عمر القسم الثاني للهواة شرق. وهو نفس المدرب الذي حقق الصعود منذ موسمين مع اتحاد بسكرة للقسم الوطني الثاني المحترف، وحقق الموسم المصارم الصعود مع أمل عين مليلة للقسم الثاني المحترف، وهو يحقق هذه السنة يعود إلى قسم نواس يحقق الصعود مع نجم مقرى إلى القسم الثاني المحترف. هنيئا لولاية المسيلة بممثليها في القسم الوطني الثاني المحترف كل من نجم مقرى وأمل بوسعادة. الكرة قيسية الصورة الحارس نصير عبد الملك وزيع الى الامام، ضغط متواصل، هل هو ضغط ايجابي ام هو ضغط مفيش الفينيشن، ما كانش التكمله اللمسه النهائيه غايبه يا امير. ربما فريق بلديه قابس يريد اثبات الذات بانه فريق جاء ليس لاستمرار الاعراس على حسابه وانما جاء لتقديم نفسه و الكرة الجميلة التي يلعبها رغم شح الإمكانيات وغياب اهتمام السلطات الولائية ولاية خنشلة لأنه قيس تحصلت على دعم بقيمة مليار ونصف مليار سنتيم من بلدية قيس فقط في حين غاب أي دعم معنوي أو مادي من ولاية خنشلة. نعم دائما هذه حسب تصريحات رئيس النادي وحسب تصريحات الكاتب العام، قلت حسب تصريحات سواء رئيس النادي او الكاتب العام السيد بوقر محمد امين وايضا الرئيس الربعي قيدوم. الرئيس سيكون معنا خلال ما بين الشوطين وايضا رفقة رئيس اتحاد عنابة لمعرفة كم كلف الصعود من الاموال بالنسبة لاتحاد عنابة، لانه كما قلنا فعلا الآن الصعود أصبح مشروع، أصبح يعني يخطط له منذ سنوات. الكرة قيسية بعد مرور 13 دقيقة عنابة التي افتتحت باب التسجيل في الدقيقة الخامسة ما زالت محافظة على تقدمها بهذه النتيجة بوسط هدف زياني. الكرة قيسية والقيسية يلعبون كرة جميلة، كرة جميلة وبسيطة، بسيطة في فلسفتها وهو المزج ما بين المدرسة الجيجلية والمدرسة القيسية في لمسة المدرب وليدان وأيضا بلمسة المدرب المساعد قيدو مدريس. زياني مسجل الهدف، توزيعة أرضية ولكن التجديد حتى إخراج الكرة مباشرة للتماس صلاح فريق اتحاد عنابة. اتحاد عنابة والتوزيع نحو الرؤوس لكن الرؤوس القيسية في المكان المناسب. لمسة يد تم اللقاء بل يقول هناك خطأ، عودة من التسلل. نعم هو التوقف الذي نستغله لتقديم الإحصائيات، حيث يعتبر اتحاد عنابة ثاني أو ثالث أفضل خط هجوم بعد اتحاد خنشلة أو بعد جمعية الخروب أو نادي توغورت عفوا الذي سجل 37 هدف، ثم اتحاد خنشلة ب 36 هدف واتحاد عنابة قبل هذه المباراة ب 35 هدف، بينما حاليا 36 هدف في المركز الثاني سجل هدف منذ قليل. نعم وهو بالمناسبة في نفس الوقت صاحب أفضل خط دفاع حيث لم يتلقى سوى 15 هدفا في 29 مباراة. وبالنسبة لفريق قلت فريق الشباب الرياضي لقيس صاحب هذا اللقب سجل خط هجومه 30 هدف واستقبل دفاعه 24 هدف تقريبا كثاني أحسن خط دفاعي. الكرة قيسية تركيز شديد هدوء فات مرحلة الجسم النبض يا أمين فات مرحلة الجسم النبض لأنه الهدف غير كل مجريات هذا اللقاء. والكرة عنابية للطلبة ماذا يفعلون؟ تفتك تصد وترجع إلى وسط الميدان خلق صناعة اللعب، لكن مباشرة التغطية ممتازة مباشرة إلى الحارس بن ملك بوعلام حارس فريق اتحاد عنابة. ربما لاعبي اتحاد عنابة والكل من له علاقة باتحاد عنابة يفكر في نهاية المباراة و
الاحتفال اكثر منه خوض هذه المباراه، على اعتبار انه الضمون مباراه شكليه، على اعتبار انه الصعود مضمون بنسبه 200% وليس 100%، 9 نقاط كامله. اليوم اخر مباراه واخر 90 دقيقه، وبعدها التفكير في الموسم المقبل ربما الصعود او تثبيت الاقدام كمرحله اولى في القسم الثاني، ثم التفكير في كيفيه العودة إلى الأضواء وإلى المحترف الأول. بينما نادي الشباب الرياضي لبلدية قايس يعتبر موسمه في الرال القسم الثاني اللي هو الأول في ظرف 5 سنوات، صعد من 3 أقسام ليجد نفسه في القسم الثاني للهواة عن مجموعة الشرخ. كما قلت زميلي رضا يتخبط في مشاكل مادية كبيرة، شح الإمكانيات. والكرة النبية وكمال مواسى لعكازه أصر أن يقف في هذا اللقاء. كرة الرؤوس ترجع مرة أخرى، كرة النبية للتغطية، محاولة التشتيت وإبعادها من منطقة المحليين. اتحاد عنبة في الصورة، هدف شباب قيس لا شيء بعد مرور 17 دقيقة. أجمل هي الصور التي يصنعها المناصرون، جمهور بونا هنا على المدرجات. مباراة هادئة جدا، هادئة بعد توقيع الهدف الأول من طرف بين الأصالة والمعاصرة. يبقى التاريخ ثابت، لا يزول الاتحاد ثم الاتحاد ثم الاتحاد، وهو الاتحاد يعود ضمن الكبار على الأقل في الدرجة الثانية. مور ولا أروع، امتلأت به كل جنبات مدرجات ملعب 19 ماي، 56 هنا بطاقة استيعاب، طاقة استيعاب 45 ألف، أظن أنه أكثر حتى لرهم على الربوات المحادية. نعم للبر أكثر من الداخل. هكذا يشير لي أحد زملاء التقنيين، يقول بأن الجمهور الذي هو خارج الملعب أكثر بكثير من مما هو داخل الملعب، والربوة المقابلة لهذه للمدرجات خارج الملعب. انظر جيدا. نعم الكرة، نعم نعم الكرة قيسية، محاولة التواغل لكن يفضل تمريرها إلى الأمام، والرؤوس العنبية في المكان المناسب. ما زالت الخطورة مباشرة بين يدي الحارس بن ملك بوعلام. قيس أدى مردود طيب إلى حد ما دون أن نبخس هذا المدرب المساعد والمدرب ورئيس النادي. نعم في مباراة مثل هذه الزميل رضا كده الفريقين لا يملكان ما يخسرانه، فريق ضمن الصعود وآخر ضمن البقاء في موسمه الأول في القسم الوطني الثاني للهواة عن مجموعة الشرق، وبالتالي لن نجد فرجة أو مباراة كبيرة، فقط إن كانت الفرجة فحتما ستكون كما كانت قبل ضربة البداية على مستوى المدرجات والكراكاج. ولا أروع أيضا التفوات من جانب أنصار اتحاد عنبة، ومع ذلك على مستوى المدرج الشمالي، ونحن أيضا ننتظر الكراكاج العظيم الذي سوف يقوم بأنصار بونا في الدقيقة 83 من هذا اللقاء، احتفالا بسنة 83 تاريخ تأسيس أو سنة تأسيس النادي. نعم ننتظر بفارغ الصبر عن ما سيكون عليها الدقيقة حل هذه المباراة في تمام الدقيقة 83. الكرة قيسية في وسط الميدان، حوار الرؤوس مباشرة إلى التماس لصالح فريق اتحاد عنابة، بعد إخراجها من طرف العريبي صلاح الدين. والكرة عنابية مباشرة التماس بالخطأ لصالح فريق شباب قيس. نذكر الزميل رضا تبرمسي المشاهدين الكرام وأنه شباب قيس يعد معادلة صعبة في المنافسة الوطنية بدليل إقصاء من الدور 16 على يد المتوج بآخر نسخة وهو اتحاد بالعباس في ملعب الخروب بنتيجة هدف مقابل 0، ما يوحي بأن هذا الفريق فعلا فريق عنيد. يعني للأمانة أنه شباب قيس لو توفرت له كل الإمكانيات المادية والدعم اللازم سواء من رجال المال والأعمال عبر إقليم خنشلة وقايس وفايس وأيضا الحامة وغيرها وششار وببر وكل الولاية 40، كل رجال المال والأعمال للولاية رقم 40 ولاية خنشلة، لكن ربما راح يكون الند للند في صعود هذا الموسم. صحيح لكن خ...
خاصة مع توليفة لاعبيه، لاعبين مستوى متميز، مستوى يعني ما نقولوش عالي ولكن مستوى ينبئ بالكثير. مخالفة لصالح شباب قيس على بعد 45 متر تقريبا، بعيدة ومباشرة خارج أرضية الميدان للأمطار. هذه كانت رمية اللاعب مخلولة شمس الدين دون أن ننسى هداف الفريق شريط إبراهيم. راس العنبي في المكان المناسب ويرد عليه الرأس القيسي. التقطيع حكم اللقاء يقول مخالفة، بالفعل هو مسك، هو مسك 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 يا عزيز، هو مسك، وقرارات الحكم لا يجب أن يحتج عليها وأن تناقش. والحكم هو الوحيد اليوم الذي لن يكون تحت محط أنظار لا اللاعبين ولا الإداريين ولا أي ضغط ولا أي ضغط ولا أي ضغط، لأنه لقاء هو شكلي ولقاء احتفالي أقرب منه احتفالي بمناسبة صعود فريق اتحاد عنابة. إدارة الصد أربعة لاعبين وأمام الكرة كل من زياني وأيضا اللاعب كموح زكريا. مباشرة بين يدي الحارس نصير عبد الملك. كما اللقاء يقول مخالفة وارتقاء بالخطأ على لاعب شباب قيس. شوف اللقطة الأخيرة، شكرا زملائنا التقنيين على الإعادة. بعد مرور 23 دقيقة دوما اتحاد عنابة متقدمة في النتيجة بهدف لصفر. وسكوت شبه كلي على دفة بدلاء فريق اتحاد عنابة بدءا من المدرب كمال موسى، مرورا بالمساعدين، مرورا بالطاقم الطبي وكذا اللاعبين الاحتياطيين والاداريين. تبقى الكرة قيسية، كرة جميلة يا عاشور قيس، وكرة اجمل، وكرة اجمل ليلعبها اتحاد عنابة. برهن على صعوده مبكرا وبان عن أنيابه مبكرا منذ انطلاقة الموسم وهو يراهم على الصعود. قالها صراحة رئيس النادي ولاعبيه، كفانا كفانا من احتلال المركز الثاني. البسط زعيم ورئيس نادي اتحاد عنابة. هذه دكة بدلاء شباب قيس كنا نشهد فيها منذ قليل، بوريدان وأيضا المدرب المساعد ادريس قيدومي وباقي الاحتياطيين والاداريين. زياني اتحاد عنابة مسجل الهدف الوحيد بالعقب مباشرة، هيستفيد من خطأ بعد تدخل شنيجر. زياني الصورة يترك تنفيذها، ربما يترك تنفيذها لأحد زملائه. والتوزيع نحو الرؤوس، ما زالت الكرة بين أخذ ورد في المراقبة وفي التشتيت شباب قيس. تغيير الجناح جميلة جميلة وراء الظهور لكنها تفتك من عادل معيزة، لاعب ذو خبرة دولي أسبق، لاعب وفاق الصيف، صال وجال في عديد الأندية المحترفة في قسمها الأول. واتحاد العلمة أيضا يشارك معه في دوري أبطال إفريقيا منذ ثلاث مواسم. نعم، والفريق هذه نقطة سلبية زميل رضا تيبر ماسين لاحظنا مولودية العلمة وأيضا مولودية بجاية. أي فريق ينشط ويلعب كبرى المنافسات القارية إلا ويجد نفسه يعاني محليا. هذه ما تجسدت في الفريقين، مولودية العلمة الذي منذ سقوطه من القسم الأول إلى الثاني
لم يستطع العودة إلى المحترف الأول، وهو يصارع من أجل البقاء. نعم. في تنقل صعب يوم غد إلى بوسعادة. نعم. عفوا، إلى البرج. إلى البرج. لا لا لا, لا. البرج يستقبل فريق أهلي البرج، يستقبل شبيبة بجاية. باتنا ينتقل لملاقاة الموب والجي اس ام بي، شبيبة بجاية تنتقل لملاقاة شباب أهلي البرج، بينما أمل بوسعادة ينتقل لملاقاة أمل عين بليلة ينتقل لملاقاة أمل بوسعادة. نعم. كل المباريات تنطلق في تمام الساعة الرابعة، وتزال في بيت اقتراع لكم مشاهدينا الكرام من مدينة البرج لقاء أهلي البرج وشبيبة بجاية. ركنية لصالح اتحاد عنابة ابتداء من رابعة الغد إن شاء الله. مشاهدينا سوف نضمن لكم نقل ومتابعة لقاء شباب أهلي البرج بضيف شبيبة بجاية صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الرابع في بطولة القسم الوطني المحترف الثاني جانب من أنصار اتحاد عنابة. الركنية إلى الرؤوس، رؤوس من يا ترى؟ رؤوس قيسية شتتتها وبددت مخاوف الدفاع القيسي. بعيدة ولكن بعيدة مباشرة خارج أرضية الميدان 85. شوف الأنصار، يا سلام، لا يهدؤون ولا يملون ولا يكلون حتى ولو الفريق صعد رسميا، إلى أنه حتى آخر ثانية وعندما ينهي الحكم هذا النزال حتى يهدأ هذا الجمهور. أظن أقولها ثلاث مرات، سوف يقدم هذا الجمهور إضافة أخرى لحظيرة القسم الوطني الثاني في الموسم المقبل بتنقلاته، خاصة أنه المعروف عليه تعلقه الشديد وحبه وله بألوان النادي وبناديه. عمري، أنه تاريخ هذا النادي وإن كان متواضع على صعيد النتائج وعلى صعيد الألقاب، لأنه مر بفترات زاهية. الفريق منذ أولى سنوات تأسيسه لعب في القسم الوطني الثاني موسم 83-84، ثم بعده في 84 ولغاية 93 افتك مقعدا في القسم الأول، ثم بعده عاد لحظيرة القسم الوطني الثاني لغاية 98، وبعده عاد لغاية سنة 2006 إلى القسم الأول، ثم عام واحد إلى القسم الثاني سنة 2007، وبعده من 2007 وإلى غاية 2011 وهو يسقط من قسم إلى آخر حتى وجد نفسه في القسم الشرفي. نعم، يا سلام على التفوت ويا سلام على الرسائل. لا، ونشوف صور الأنصار. نعم، صور إنصار أنستني استكمال التاريخ. نعم، أفضل إنجازات الفريق هو الوصول إلى نصف نهائي كأس الجزائر في ثلاث مناسبات، موسم 98 وثم موسم 2005 ثم 2009. وها هو الآن يقتطع شيرة المرور إلى الكبار. الكرة عنبية، محاولة التوغل وحيدا دون مراقبة لاعبين، لكن الكرة جانبت تواجد لاعبي اتحاد عنابة. ترجع مرة أخرى، الضغط عنابي متواصل في هذه الأثناء بعد مرور 29 دقيقة. بعد مرور 29 دقيقة تقريبا ربع ساعة يغسلون أو ثلثي المرحلة الأولى قد انقضى، ما تبقى إلا ربع ساعة إلا ثلث النصف الأول من هذا اللقاء. دوما اتحاد عنابة، هدف شباب الرياضي لبلدية قيس لا شيء. والأجواء الممتعة تصنع في المدرجات أيضا بغض النظر على المستطيل الأخضر عما يجول ويصول فيه من لاعبين، وعلى تدحرج الكرة يمينا ويسارا شمالا وجنوبا. طبعا الهدوء الذي يسبق العاصفة في قبل الاحتفالية الكبيرة والمنتظرة. أجواء ولا أروع على مدرجات أجواء خرافية ملعب 19 ماي 56. هنا بعنابة بمناسبة تحقيق أو عودة اتحاد عنابة تدريجيا إلى مصاف الكبار، والبداية بالمحترف الثاني الموسم
المقبل إن شاء الله، بعدما قال الزميل رضا موسمين وهو يصارع من أجل الصعود ويوصل الأول إلى الذهاب ثم يبقى في المركز الثاني. نعم، الأولى ذهبت لاتحاد بسكرة والثانية ذهبت لأمل عين مليلة. هذا الفريق وهذا الأخير قدم مستويات جد محترمة في المحترف الثاني وتسيد البطولة تقريبا منذ انطلاقتها. مخالفة لشباب قايس بعد تدخل على هارون كيموشي، زيع ولكن الرأس العنابي في المكان المناسب، الماس لصالح فريق شباب قايس. شليجر توزيع نحو بن العريبي ولكن تقطع ولا تصل. مرة أخرى تماس صالح فريق شباب قيس في تنفيذها شنيجر. شنيجر حسن، شنيجر تسلل، بالفعل تسلل على مخلولة شمس الدين. اتحاد عنابة زميل رضا حقق مركزا رابعا في البطولة الوطنية بقسمها الأول موسم 87 وثم موسم 99، يعني مباشرة أربع مواسم بعد إنشاؤه سنة 83. لم ينتظر الكثير، بينما مشاركته الخارجية والإقليمية كأس الأندية العربية للأبطال موسم 99-2 ثم دوري أبطال العرب كما كان يعرف سابقا والذي توج به وفاق سطيف في ثلاث مناسبات، فقد لعب أدواره الأولى موسم 2007-2008. الكرة النبية في وسط الميدان، خلق فرص اللاعب أو خلق هجمة وصناعة هجمة صعب جدا. حكم اللقاء يقول مخالفة لصالح فريق شباب قيس. بعد عرقلة اللاعب بولزازن عبد الجليل، مريرة الكرة وتغطية ممتازة بالعقب من عادل معيزة، هي الخبرة. تدخل مرة أخرى من اللاعب جبار زكي، يخرج مباشرة، الكرة تبقى قيسية. تماس صالح فريق شباب قيس، الركنية عفوا. بولزازن عبد الجليل باليسرى نحو الرؤوس مباشرة، تشتيتها من طرف لاعبي فريق اتحاد عنابة. الكرة ترجع قيسية بالخطأ. قيد التشكيلة ونيسي شريف. اتحاد عنابة زميل رضا استفاد من إنزال مادي كبير هذا الموسم حسب آخر المعلومات المتوفرة، تقول في أنه ثمن صعود إلى القسم المحترف الثاني كلف خزينة الاتحاد ومعها ولاية عنابة ما يناهز 25 مليار سنتيم مقارنة بخصم اليوم الذي لم يكلفه أول موسم له في القسم الثاني اللي هو سوى مليار ونصف سنتيم. رأسية عادل معيزة، خط الدفاع أنيق رغم تقدم السن، شأن قشير إلى أنه مردود جيد، ساهم كلا اللاعبين في ظهور أو في توهج نادي هذا الموسم. الكرة اتحاد عنابة، كرة عنابية طويلة إلى الأمام. حذاري هنا، هذا بما يسمى اللعب بالنار، ما كانش قناص صريح، ثعلب المساحات الضيقة راح تسمية مع يسعد بورحلي. صحيح، نجم الوفاق والاتحاد سابقا. السلام على زياني. زياني بسرعة باندفاع بدني. أوبوبو تغطية في المكان المناسب من بالعريبي صلاح، محاول الكرة بالخطأ إلى حارسه، كادت أن تعاد خادع الحارس. بالفعل مخالفة على شريبط إبراهيم هداف النادي. لحد الآن رضا أخطر لاعب من جانب الاتحاد هو زياني صاحب الهدف الجميل وصاحب التحركات المزعجة على الجانبين، صانع ألعاب بامتياز.
بحوار الحكم مع مساعده. انتظار تنفيذ المخالفة، نحن نعيش الدقيقة 35، 10 دقائق تفصلنا عن نهاية المرحلة الأولى. دوما التقدم لأصحاب الأرض والجمهور، اتحاد عنابة هدف شباب قيس لا شيء، بواسطة هدف زياني في الدقيقة 5. انتظار تنفيذ هذه المخالفة، ربما الشوط الثاني سوف نشاهده تحت الأضواء الساطعة أو الكاشفة أو الكاشفة. إعادة تنفيذها، حكم اللقاء يطلب احترام المسافة القانونية ما بين تنفيذ الكرة واللعب الخصم. ومن الآن قناة تيبيس تتقدم بطلب رسمي للاتحاد الجزائري وللرابطة بضرورة لعب كل مباريات اتحاد عنابة التي سوف تنقل عبر الشاشة تحت الأضواء الكاشفة، لأنه نصور مباراة مهمة لاتحاد عنابة في القسم المحترف الثاني العام المقبل إن شاء الله. كيف ستكون الأجواء تحت الأضواء الكاشفة زميلي رضا؟ تكون ولا أروع، أجواء خرافية وانفلات انفلات انفلات، لكن مباشرة تخرج خارج الأرضية الميدان. كانت أسرع منك الكرة يا شمس الدين يا مخلولة. الكرة عنابية، لعبة الكرة أصبح أمرا صعبا صعبا. الرياض صعب صعب جدا رضا أنك تكون تلعب مباراة من دون حوافز، باعتبار أن الحوافز انتهت لكلا الفريقين، واحد ضمن الصعود وآخر ضمن البقاء. طبيعي في تنفيذ التمثل اتحاد عنابة. اتحاد عنابة والواثق من نفسه يسير هذا اللقاء بذكاء تفاديا لأي إصابة لأي حادث. يكفيه الفوز بهدف مقابل صفر مع محاولة خروج فريق شباب قيس من هذه الطائرة التي فرض عليه منذ انطلاقة اللقاء منذ الدقيقة 5، وحفظ ماء الوجه وإثبات بأن الشباب القيسي له كلمته في هذا اللقاء، خاصة أن هذا اللقاء الذي يتتبعه الآلاف المؤلفة من جمهور قيس وأيضا من الجمهور الملايين من الجمهور الجزائري عبر شاشة الجزائر تي في. الكرة قيسية، قيس محاولة البحث عن المنفذ صعب جدا في هذه وفي هكذا ظروف. عنابة متقدمة في النتيجة، تحتفظ بهذه النتيجة وفي انتظار الشوط الثاني أو شوط المدربين كما يقال. لمسة كمال مواسى ولمسة شمس الدين بوريدة، وعنابة اليوم زاهية على مستوى كرة القدم بضمان الصعود للمحترف الثاني، وأيضا على مستوى كرة اليد بعد ضمان نادي أولمبي عنابة الصعود رسميا للقسم الوطني الممتاز لكرة اليد تحت قيادة المخضرم قيدوم المنتخب الوطني والمساعد الناخب الوطني السابق هشام بودرالي لاعب الدائرة المميز، بمجموعة من اللاعبين الشبان كلهم من خريجي المدرسة العنابية، يعني إنتاج محلي عام سيكون فعلا، ونهاية موسم ستكون سنة رائعة، نهاية سنة رياضية رائعة على مستوى ولاية عنابة رضا. إذا ما استثنينا تواجد حمراء عنابة ولعبها لتفادي السقوط وهي تحتل المركز الأخير في هذه المجموعة، حمراء عنابة. ومصيرها ليس بأيديها. مصيرها ليس بأيديها. التماس صالح فريق اتحاد عنابة. جانب من الوفد الرسمي مدير الشباب الرياضة لولاية عنابة وأيضا والي ولاية عنابة وخير الدين زرشي رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وغيرهم من الرسميين على المنصة الشرفية نشهدوا فيهم منذ قليل. عنابة وكانها تلقي بكل ثقلها في هذه الدقائق. مباشرة 5 أمتار و80 للحارس، حارس نصير عبد الملك حارس شباب قيس. والفرجة يا رضا، الفرجة على المدرجات، مستوى مدرجات ملعب 19 ماي. أضواء الهواتف
فعلت فعلتها في هذه الأثناء. لا زال الشوط الثاني. زالت المتعة والفرجة قادمة مشاهدينا الكرام خلال المرحلة الثانية عندما تشعل الأضواء الكاشفة والاحتفالية الكبيرة المنتظرة لرسم الصعود الرسمي والنهائي بصفة رسمية ونهائية لاتحاد عنابة للرابطة المحترفة الثانية عن القسم الثاني لهواة مجموعة شرق رفقة نجم مقرى وأيضا الصاعد الثالث. سازل ترجي مستغانم من مجموعة الغارب. نعم ترجي مستغانم هذه المدرسة العريقة. كانت هناك في موسطى في الولاية في ولاية مستغانم فريقين الوداد والترجي. الوداد والترجي. بعيدة فرصة أمطار. شوف أضواء الهواتف. سلام. جميلة جدا هذه الصورة. جميلة جدا هذه الصورة. جميلة جميلة جميلة. جميلة يصنعها جمال تواجد هؤلاء الأنصار، أنصار الطلبة كما يقولون. أنصار بونا وريغانز. فعلا فرحة هستيرية غدا على مدرجات الملعب. كيف لا وهم من عانوا الأمرين طوال ست مواسم أو سبع مواسم خلت. وقبل المعاناة نذكر مشاهدينا الكرام ونجدد في نفس الوقت التهاني لنادي اتحاد الجزائر لفئة مدونة 21 سنة الذي توج بنسخة 2018 على مستوى كأس الجزائر عقب فوزه في المباراة النهائية على جاره العاصمي الآخر نادي أتلتيك بادو بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي وليس الإضافي، الوقت الرسمي فقط بنتيجة التعادل الهدف لمثله في مباراة كانت منقولة عبر قناة جزائر تي في ابتداء من الساعة الثالثة. هنا ننسى أيضا مباركتنا لوفاق سطيف كأس الجمهورية للأواسط بعد تفوقه هنا على هذه الأرضية صبيحة اليوم على حساب أمل بوسعادة. الجارين وفاق سطيف وأمل بوسعادة. الأنصار أو الهوليغانز أو الهوليغانز وهم أطيب المخلوقات وأطيب الأنصار. حفاوة الاستقبال هنا في عنابة لفرقة الجزائر تي في أنستنا تقريبا كل عناء وكل عيب. جانب من الأنصار أيضا. هناك لقاءين مباراتين، مباراة تلعب على المستطيل الأخضر ومباراة أخرى تلعب على المدرجات. الكرة عنابية ومباراة المدرجات بطلها المناصر العنابي من دون منازع ومن دون منافس. ومباراة أخرى داخل الحافلة التقنية لفريق اتش دي ان زير تي في لضمان هذا النقل. يا مين. ألف تحية ألف تحية للمشغل الجزائري ليسكواس في هندسة الصوت. الكرة قيسية. قيس وكأنها تحاول بشتى الطرق لم تجد الحلول أمام صلابة ومتانة اتحاد عنابة داخل قواعده وأمام جمهوره وهو منتشي بفرحة الصعود. نريد صور المدرجات يا رفيق يا عميق أكثر منها حارة من على أرضية الميدان. صور باللارج وبالسيري يا رفيق. هكذا نرى صور الأنصار الألوف المؤلفة. حرارة تواجدهم أنست بعضهم أن الجو شبه بارد هنا فقلع ثيابه العلوية. شوف شوف جانب من الأنصار. أوه وجه لوجه مباشرة بين يدي الحارس نصير عبد المالك. اللون الأحمر هو رمز فيل على مستوى كرة القدم. يوم أمس شاهدنا مباريات كبيرة في دوري أوروبا وقبلها في الشامبيونز ليج بتأهل صاحب الفانيلا الحمراء نادي ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا حين سيواجه العملاق الإسباني ريال مدريد في ملعب كييف في أوكرانيا، بينما سيكون نهائي دوري أوروبا ليج أيضا باللون الأحمر وهو الأتليتي أتلتيك مدريد الذي أزاح من فريقه فريق يتقمص لون أحمر آخر هو أرسنال وسيواجه مارسيليا في ملعب الجديد لنادي ليون. و
واليوم فعلها صاحب اللون الاحمر اتحاد العاصمه. نعم. منذ قليل لاقل من 22 سنه بنيل كاس الجمهوريه. توزيعه وبوبو جميلة جدا هذه كانت ارتماء ولا اروع من شروبي حمزه. نعم. كان خلف زياني. ارتماء ولا اروع من زاويه اخرى. شكرا زملائنا المصورين. هشام زريوان على الإعادة. شكرا شكرا على كل الإعادات يا هشام. الحماس بلغ أوجه في المدرجات. الوقت الرسمي قد انقضى وبدأت الأولى التي انطلقت مع نهائية كأس العالم 86 بالمكسيك. الآن يحمل مشعلها أنصار وجماهير اتحاد عنابة. ربما آخر هجمة ربما أقولها بتحفظ. الكرة قيسية. هاكم اللقاء بالصافرة يعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتفوق أبناء بونا أصحاب الأرض بهدف السبق في الدقيقة الخامسة. صافرة الانطلاقة انطلاقة المرحلة الثانية والكرة عنابية. هل سوف تكون عليه رتم اللقاء او رتم الشوط الاول ام انه لمسة المدربين كمال مواسى وشمس الدين عزار الدين بوريدان من جانب شباب قايس سوف تكون واضحة خلال هذا الشوط. صراع المنطقة الوسط والدائرة المركزية يكلل بتفوق ابناء قايس. بحث عن المنافذ. الخطأ ترجع الاتحاد عنابة والرجوع الى الخلف بناء هجمة أخرى في العمق بل هو ربما تغيير الجناح أصلا مع تكتل لاعبي خط الوسط والخط الخلفي لشباب قايس في منطقة الوسط. لعب على الرواقين هو أفضل ما يفضله لاعبي فريق أو منهج لعب اتحاد عنابة في وجود خاصة في وجود اللاعب زياني مسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة. عليش زياني. زياني بالكرة. المراوغة البحث عن التعزيز والدعم ربما حتى لتغيير الجناح. بعيد نحو الأمام مرة أخرى. بعيد في الصورة بالخطأ طريق شباب قيس. لاعب 18 لاعب كيموشي هارون هداف شباب قيس برصيد على ما اظن 7 اهداف ان لم تخن الذاكره. كره قيسيه ترجع الى الخلف محاوله امتصاص واخراج لاعبي اتحاد عنابه من مجالهم ومن منطقتهم وخلق الثغرات والمسافات المناسبه لبناء هجمه ربما قد تكلل بتعديل النتيجه. اريا مباشرة يتمسك شباب قيس وكأن الشباب القيسي يبحث في هذه الدقائق الأولى عن تعديل النتيجة. كان رائع بالملك فعلان وكان أروع منه اللاعب الهداف اللي أشرنا عليه كيموشي هارون لاعب رقم 18 بل عفوا ليس كيموشي صاحب القذفة لكن مخلولة شمس الدين بيمناه داخل منطقة 18 متر. توزيعها نحو الرؤوس. ما زالت الكرة برؤوس حوار الرؤوس وإخراج الكرة والتشتيت على مقربة من دائرتها المركزية. هجمة عكسية. عرقلة حكم اللقاء يقول ماذا يقول. عرقلة واضحة على لاعب اتحاد عنابة اللاعب مخ زكريا. شوفوا الإعادة. لحسن حظ لاعب شباب قيس أنه لم يكن هو اللاعب الأخير وإلا لكانت البطاقة كانت مشهرة في وجهه. عادل معيزة. مباشرة قلت إلى اللاعب كموخ زكريا.
التوزيعة نحو العمق ولكنها ترجع مرة أخرى. تشتيت الكرة وتركيز الأعصاب ضروري. هذا نشاهد فيه في الصورة اللاعب بن غربي سما مخ زكريا كما اللقاء يقول ولا شيء. عنابة محمد سلماني الاتحاد عنابة أولى الاتحاد عنابة. هنيئا الاتحاد عنابة هذه الهدية في هذا التوقيت بالذات حتى تكون التحضير للموسم المقبل في أريحية. والي ولاية عنابة وأيضا مجمع تيار رشبي. حمار حسن حمار حتى نية أبدي. المهم بالتوفيق لهم. عندما تكلمت عن الإعانات من طرف والي ولاية عنابة وأيضا ربو حداد نيابة على مجمع تيار رشبي بقيمة مليار سنتيم، ومنذ قليل أشرت بعد المكالمة الهاتفية ما بين الشوطين رصد والي ولاية خنشلة لملياري سنتيم لشباب قيس. قلت هذه الأشياء كلها وكأنه هذا النقل وجه خير على الفريقين سواء شباب قيس أو اتحاد عنابة. مخالفة نحو الرؤوس وبقبضة اليدين التشتيت. عادل معيزة ما زال محتفظ بالكرة. عادل معيزة كانت أسرع منك يا عادل. تماس فريق اتحاد عنابة. الرجوع الى الخلف بغية بناء ونسج هجمة في الدقيقة 53. 8 دقائق منذ انطلاقة المرحلة الثانية. لا شيء يتغير في النتيجة. دوما اتحاد عنابة هو المتقدم بوسط هدف زياني منذ الدقيقة 5. واجواء خرافية لانصار اتحاد عنابة على المدرجات. اجواء يعني صعب ترجمتها لمجموعة من الحروف أو لصور عبر الشاشة. يجب أن يحس بها المشاهد وهو هنا على أرضية ملعب 19 مايو 56. الكرة قيسية. حارس نصير عبد الملك إلى الأمام.
حتى التنويع في النسج الكروي بالنسبة للفريقين أعطى متعة لهذا اللقاء، أعطى متعة قلما ربما نشاهدها في أدوار عليا. نجد النسوج الكروية يمينا ويسارا، نجدها نجد تقريبا اللعب على الرواقين، محاولة التوغل، تمريرات البينية، التمريرات الدقيقة، أيضا التمريرات الطويلة، التمريرات العالية، اللعب وراء الدار، محاولة المراوغة. ما شفناش بزاف الإسلام لخط التسلل. تغيير أول، تغيير أول في صفوف فريق شباب قيس بدخول بولعبة أسامة وخروج شنيجر. لا أظن، لا أظن، لا أظن، ربما سيسعى شباب قيس لحفظ ماء الوجه في هذا اللقاء. هو ليس لديه ما يخسره بغض النظر عن بعض المعطيات الأخرى سوى تقديم وجه مشرف للكرة القيسية والكرة الخنشلية على وجه العموم. وربما تغيير تكتيكي ممنهج من طرف المدرب الجادو فيه في الصورة بوريدان خريج المدرسة الجنجلية. الإداري من الرابطة الثانية الموسم المنصرم، من قسمة بين الرابطات عفوا. يشير عبد الكريم يشير للإشارة قشير عبد الكريم، هو شقيق قشير عبد العزيز الدولي السابق خريج مدرسة وفاق القل، وما أدراك ما مدرسة وفاق القل. خطأ على مقربة من الدائرة المركزية لشباب قيس، ينفذ بسرعة، ينفذ بسرعة من طرف مخلولة، ما زال الكرة عند مخلولة. الرجوع إلى الخلف هكذا لإخراج لاعبين فريق اتحاد عنابة من مراكزهم مباشرة بالراسية. تعادل معيزة نحو الحارس، حارس بن مالك بوعلا. قيس أول ظهور تلفزيوني، أيضا أول مباشر تلفزيوني لقيس. على بالي بلي ناس قيس كرام يشاهدوا فينا، تحية من الجزائر تي في، كل طاقم الجزائر تي في إلى ناس قيس وخدشنا. يحاول دائما تقديم الافضل كما يحاول هؤلاء اللاعبين تقديم افضل ما لديهم. الكرة عنابية. هذا اللقاء رانا امنين مكر الكرة، رانا امنين مكر الكرة بعيدا عن ضغط الكاس، بعيدا عن السسبانس، ركلات الترجيح وركلات التمحيل، صح، بعيدا عن هؤلاء. نحن نتمتع بهذه الكرة، نتمتع رفقة الأنصار. كمال مواسى في الصورة، تحية تعظيم سلام لكمال مواسى، وهو الذي استلم الفريق كما ذكرناه سلفا قبل انطلاق هذا المباشر في النصف الثاني من البطولة، أي مرحلة العودة. وعندما تكلمنا قلنا تحية لعبد الحق مدرب فريق اتحاد العاصمة لنيل الكاس، أيضا تحية كبرى لكمال مواسى، وتحية أيضا كبرى لمدرب فريق وفاق الصيف ضياء الدين بولحجيلات في نيله كأس الجمهورية للأوسط أمام أمل بوسعاد. نعم، ووقفنا عليه في الندوة الصحفية التي انتهت منذ قليل فقط بتواجد حسن حمال الذي
كان سعيدا جدا بهذا التتويج في انتظار العودة كما قلنا مشاهدينا الكرام لونتونت الوفاق وفاق الجزائر بنتيجة إيجابية من الكونغو عندما يقابل العملاق كرة القدم الإفريقية نادي تيبي مازامبي. اختصاص هذه الألقاب تيبي مازامبي. نعم توبيسون دو مازامبي سيفتتحان مشوارهما في المجموعة الأولى عن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بنسختها الجديدة، وهي مجموعة صعبة تضم ثلاثة أندية عربية ممثلان يعني الجزائر هما الوفاق والمولودية وحسنية أو الدفاع الجديد إضافة أو حسنية الدفاع الجديد. نعم دائما تخلط بين هذين الفريقين إضافة إلى العملاق وهو تيبي مازامبي الكونغولي. يعني كرته خرجت خارج منطقة أو خارج المستطيل الأخضر، ستنطر للحارس ناصري ناصير عفوا عبد الملك. شباب قيس محاولة البحث عن المباغتة، لكن لا عليهم فهم يلعبون أمام بطل هذه المجموعة والذي حقق الصعود قبل ثلاث جولات من الآن. يعني لم يحقق عجز عن تحقيق الصعود في موسمين، وعندما حققه بأريحية بالسرعة القصوى بفارق 9 نقاط عن الملاحق المباشر اتحاد خنشلة. اتحاد خنشلة قلت الذي سوف يستقبل حمراء عناب المهدد بالسقوط، او اللقاء الذي يلعب او لعب هذه الامسيه بملعب حمام عمار بخنشلة. فعلا رضا المدرجات يعني هي من تستاثر القدر الاكبر من الاهتمام على حساب ما يجري على واقع ارضيه ملعب 19 ماي هنا في عنابه، ومباراه ان صح القول مباراة استكمال المشوار وتأدية الواجب لا غير في القسم الثاني للهواة عن مجموعة الشرق. هو العرس، وكان كل واحد في عنابة يقول الجار والأخ والصديق هنا في عنابة ارتاح ارتاح والليلة تنطلق ليالي الملاح. وأيضا نذكر ونعيد التهنئة لنادي أولمبيك عنابة على ترسيم صعوده للقسم الوطني الممتاز لكرة اليد بقيادة المخضرم ولاعب دائرة للمنتخب الوطني سابقا هشام بودراني تحت قيادة مجموعة من شباب المدينة. ألف تحية لكل الأندية الجزائرية الناشطة في كرة اليد التي تنشط في مجال التكوين. ونذكر بأن البطولة وصلت في دورة تحديد البطل بلاي أوف في دورتها الثانية التي تجرى اليوم وغدا إن شاء الله بمدينة مستغان. بالتوفيق ولكل مجتهد نصيب، ومن جد وجد ومن زرع حصد. أكيد. كرة خنشلية لولا جميلة جدا جميلة جدا، ولكن يستفيد من مخالفة. حكم اللقاء بامتياز إلى غاية اللحظة. عدوى دون ضغط. هو الجهة الوحيدة التي لم ولن يكون عليها تسليط أي ضوء تغيير آخر. نعم. تغييرين في صفوف اتحاد، أو خروج على ما أظن بولزاز عبد الجليل، ودخول اللاعب بنضيف إسلام من جانب شباب قيس. بنضيف إسلام وخروج بوزاز عبد الجليل، ايضا دخول مصفاوي وخروج على ما اظن اللاعب مصطفى بورقعه. نعم مصطفى بورقعه. الكل سياخذ نصيبه من هذه الاحتفاليه. لو يعني اتفق الفريقان على التغييرات بست لاعبين قام الفريقان بها التغيير، خاصة من جانب اتحاد عنابة، الكل يريد اللعب. وكأنه أسعد واحد في عنابة هو والي ولاية عنابة محمد سلماني. فريقين صعب ولكن بقليل
لربما فقط يتجاوزه الرئيس عبد الباسط زعيم لأنه افتك الصعود، وأيضا تدعمت خزيناته الآن فقط ب 4 ملايير سنتيم، 3 منها من الولاية ولاية عنابة، ومليار من المجمع اتيارش بحداد. دفعة أولى، دفعة أولى. نعم، للتوفيق، موفقين إن شاء الله. الأهازيج متواصلة والهتافات وهذه الصور الجميلة وصور أجمل أخرى على أرضية الميدان. روح رياضية عالية ومستوى مقبول لكلا الفريقين، خاصة شباب قايس الذي لا تترجم وضعيته في المركز السابع مستواه الحقيقي. نعم، ونذكر أنه مباراة ذهاب التي جرت من دون جمهور انتهت على واقع التعادل السلبي 0-0. أوه، جميلة جميلة جدا، قشير عبد الكريم، قشير قشير، كاد أن يخادع الحارس، حارس بن مالك بو علام. لما انتهت عليه المباراة الزميل رضا تبرمسين، فإن اتحاد عنابة سيحقق الفوز 18 له في مشوار القسم الوطني الثاني للهواة عن المجموعة. جميل، شوف المحاولة، شوف المحاولة، شوف بو، وحيدا منفردا، وحيدا منفردا هذا الغزال القيسي، وحيدا منفردا، كاد أن يرجع اللقاء إلى نقطة الانطلاقة، كاد هذا الأشقر الأوراسي. كاد أن يفند ما سأقوله، وهو إنفاز اتحاد عنابة سيحقق 18 انتصارا مقابل 8 تعادلات، ولم يتجرح سوى 4 هزائم طيلة الموسم. شوف الإعادة مرة أخرى. سلام، ألق الحارس، ألق الحارس، لكن كانت هذه خرجت شريف بن مالك أبو علام حارس. نعم، اتحاد كان وراء هذه الهجمة، قلت كان وراء هذه الهجمة شريف إبراهيم. لاعب ملقى على أرضية الميدان هو الحارس، حارس بن مالك وعلام، إن شاء الله سلامات يا بن مالك. لم يظهر، ولكن عندما ظهر في انفراد صريح مع لاعب شباب الرياضي لبلدية قيس. إن شاء الله سلامات بعد مرور 56 دقيقة، نعيش الدقيقة 57، 67 عفوا. يلعب في هذه الأثناء دريدي هارون. الذي يلعب في هذه الأثناء غير ريدي هارون جانب اتحاد عنابة. الحارس بن مالك معافى، غير خروج اللاعب رقم 18 في صفوف فريق اتحاد عنابة بن فرحات أسامة، ودخول هارون أدري. والأهازيج يرددها الأنصار هنا بملعب بونا، ونحن ننتظر الدقيقة 83 يا رضا. لا تبقى منها إلا 4 ساعة تقريبا. الراسية جميلة، هجمة عكسية، تصد، تفتك التشتيت، ارجع مرة أخرى، كرة عنابية بين أخذ ورد، والكرة تجال في هذه الأثناء عنابة لتعميق الفارق ولتعميق النتيجة بعد هدف السبق، والقيسية في مهمة العودة في النتيجة وعلى الأقل التعديل. والأنصار يهبون هبة واحدة، خاصة على مستوى المدرج الشمالي الذي يحتكره مجموعة كيرفا نورد، هذه المجموعة
المعروفة بالألتراس، ألتراس نادي اتحاد عنابة، وما فعلته قبل بداية المباراة. الجماهير تزداد حماسها مع مرور الدقائق. مباراة تلعب بشبابيك مغلقة رضا، ودخول مجاني على اي حال اكيد، ولكن لا وجود لموطئ قدم. الملعب مكتظ على اخره. مصطفاوي اكثر من 50,000 ازيد 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 بكثير ازيد ازيد خلص 60,000 وقليل. مصطفاوي بابا او بابا او بابا على مرتين، 6 امتار للحارس، الحارس نصير عبد الملك. دائما زياني في زياني. متابعة كل الكرات ومصدر خطر وإزعاج. الطاقم الفني لاتحاد عنابة، شوف الإعادة مرة ثانية بقبضة اليدين، صعوبة مباشرة إلى خارج أرضية الميدان. لقاء يلعب في الدقيقة 70، دوما اتحاد عنابة هو المتقدم بوقع هدف دون رد أمام شباب قايس، ويريد الصعود بأكبر عدد ممكن من النقاط. الكرة قيسية، حكم اللقاء يقول عرقلة، حكم اللقاء يقول عرقلة، عرقلة كانت واضحة. على اللاعب البديل بنضيف اسلام، سلولة في تنفيذ المخالفة. حكم اللقاء يطلب احترام المسافة القانونية، مسافة 3 امتار، وهذا مدرب شباب قيس. مخلولة باليمنى نحو الرؤوس، مصوبة إلى أين؟ والرأسية العنابية في المكان المناسب، والتشتيت مرة أخرى. هل هي هجمة مرتدة؟ بالفعل هجمة مرتدة. 1-2 على اللاعب البديل اللي دخل منذ قليل، هارون. جميلة جميلة هذه، هذا التوغل جميلة والتوزيعة، ولكن كانت بعيدة على الزياني، بعيدة 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 على الزياني. هذه كانت توزيعة جميلة وذكية في نفس الوقت، لولا المسافة التي كانت بين الكرة، بين التوزيعة وممر الكرة واللاعب زياني. يبقى الشيء الجميل في المباراة وهو هدف زياني منذ الدقيقة 5 بعمل فردي ومن زاوية مستقلة. هدف على طريقة البلاي ستيشن إن صح التعبير. نعم، يسكنها في الزاوية 90 لحارس. يذكرنا بما فعله الكابتن ماجد. هدف نقدر نقول عليه من ضمن أجمل الأهداف في البطولة، أو في الأهداف التي صورت وسجلت ووثقت. الكرة قيسية، محاولة توغل جميلة جدا من طرف الشير، ترجع إلى وسط الميدان. الكرة عنابية مرة أخرى، دقيقة 73 عفوا، أو التوغل، لكن التعداد أو الكثافة العددية للاعبي قيس حالوا دون مرور الكرة إلى الحارس، حارسهم نصير، قلت نصير عبد الملك. رجع مرة أخرى بالعقب لكن بالخطأ، رجع الكرة قيسية. عرقلة، حكم اللقاء يقول عرقلة. حكم أعتقد أنه لم يكن في حاجة للكروت لا الصفراء ولا حتى الحمراء اليوم إلى غاية الآن، لأنه لقاء شكلي إلى حد ما، طالما أن الطلبة ضمنوا صعودهم. والتوزيع أوبوبو أوبوبو أوبوبو، ياي والأروع، كاد أن يفعلها الأشقر، كاد أن يفعلها الأشقر البديل بلعبة وسامة، كاد أن يفعلها بلعبة وسامة، ليس بلعبة ولكن عفوا هو شريبة إبراهيم هداف الفريق. كاد أن يرد على هدف زياني بقذفة لا ترد ولا تصد لولا براعة بن مالك بوعلام حارس فريق اتحاد عنابة.
شوف الإعادة مرة ثانية، شوف الإعادة. إبراهيم الشريف، إبراهيم الشريف في المكان المناسب. الأروع منه هو تدخل المدافع بكل رزانة، رجع الكرة للحارس من دون بكل ذكاء وبكل هدوء مباشرة إلى نصير عبد الملك. نصير الكرة قيسية والتوزيع ولكن بعيدة مباشرة بين أحضان الحارس، حارس فريق اتحاد عنابة بن مالك بوعلام. 10 دقائق تفصلنا عن الدقيقة التي ننتظر فيها وهي 83 المرادفة لسنة تأسيس اتحاد بالعباس سنة اتحاد عنابة وليس أو اتحاد عنابة سنة. الأضواء الجميلة، شوف الأضواء، يا سلام يا سلام، شوف الأضواء، شوف شوف زملائنا التقنيين. رجاء من فضلك، من فضلك رجاء يا رفيق، من فضلك من فضلك من فضلك رفيق، يا سلام على الكرنفال. كرنفال ليس ريو دي جانيرو وإنما هو كرنفال، كرنفال يكون هنا. يا سلام كرنفال. يا سلام تقريبا الآن الدقيقة 73 عوض أن تكون في الدقيقة 83، نعم فضلوها تكون في الدقيقة 73. نعم نعم نعم. شوف يا سلام يا سلام على هذه الصورة، صور جميلة. محظوظين اليوم رضا، محظوظين في هذه المباراة وأمام وأمام هذا الجمهور وفي هذا الملعب بالذات. رائعون رائعون أبناء عنابة، رائعون رائعون. يا سلام يا سلام، شكرا للفرقة التقنية على كل هذه الصور الجميلة، وشكر أيضا لجمهور اتحاد عنابة على هذه اللوحة الفنية الجميلة والراقية. يا سلام شوف الصور، شوف الصور، أعجز عن الكلام، ويتلعثم لساني ويتعثر حتى مخارج الصوتية أجدها مشدودة إلى السكوت أكثر منها إلى التفوه والكلام. يعني أنا قلت لك قبل ضربة البداية اليوم الأجواء وكأنك ستلعب نهائي الشامبيونز ليج الإفريقي وليس مباراة صعود إلى القسم الثاني وليس حتى الأول. وفي لعاداته وتقاليده هكذا عودنا هذا الجمهور الرائع، جمهور اتحاد عنابة. الآن الحكم يوقف المباراة لاستحالة الرؤية رضا. نعم. يلا اليوم الفرحة كل شيء مسموح. ولكن في الإطار الرياضي فقط. في الإطار الرياضي وفي الإطار القانوني حتى لا تتحول الأمور على مجراها الطبيعي ومجراها القانوني. نعم نطالب دائما ب لا تفريط ولا إفراط. نعم الفرحة ولكن من دون التجاوزات. كاراكاش ونحن واقفون بدل الجلوس يا أهل. نعم باستحالة الرؤية على شاشة زميل رضا تبرمسين، تقريبا شبه منعدمة الرؤية. حكم طاقم التحكيم يوقف المباراة. مغرب اليوم أو هذا التوقيت بالذات سيكون شاهدا على هذه اللحظات، سجل يا تاريخ. أبناء أبونا أوفياء لفريقهم وهم يحتفلون مع لاعبيهم بصعود مستحق. لاعب يستأنف. حتى ممثلي يعني المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري يلتقطون هذه الصور لأنها نادرا ما تتكرر في ملعب ومع جمهور مثل هذا. كرة عنابية، الكرة عنابية، محاولة البحث مباشرة للحارس نصير عبد الملك. ترجع مرة أخرى الكرة عنابية وما زادهم هذا الكراكاج إلا حماسا للاعبي بونا. أو هيبون مدينة يا سلام القديمة على زياني. زياني يومتع. أوبوبو جميلة جميلة من زياني، جميلة من زياني لو ترجمها كموخ زكريا. جميلة يا زياني، جميلة 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 جميلة. سجلت هدف وصنعت أكثر من محاولة للتهديف لكن اللمسة النهائية كموخ كان بإمكانه ترجمتها إلى هدف مضاعف للقضاء على أحلام القيسية، لكن بقاء النتيجة على حالها رغم هذه الروعة ورغم روعة هذه التمريرة ورغم روعة جمهور هذه المدرجات ورغم روعة هذه المدينة ورغم روعة نقل هذا اللقاء، إلا أنه بقيت النتيجة على حالها. هدف لاتحاد عنابة ولا شيء لشباب قيس،
بعد مرور 79 دقيقة. وفرقتنا تقنية تستمتع في العمل وأيضاً في الأجواء على مستوى ملعب 19 ماي 56 هنا بعنابة. فرصة حقيقية يا زكريا. كانت يشاهد الكرة فقط. كانت من زياني. كانت من زياني. شوف الإعادة. شوف الإعادة. ركنية. تغيير، هناك تغيير في صفوف فريق شباب قايس في الصورة. دخول خروج اللعب. خروج اللاعب رقم 23 اللاعب شريف ابراهيم هداف الفريق. ودخول شنينة بديع. نعم. وتوزيع نحو الرؤوس والتشتيت مرة أخرى. تشتيت مرة أخرى. كراكاج نادر الحدوث يا أمين. يا جمهورنا الرياضي. توزيع. أوب 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 مرة أخرى. كموخ يسيل العرق البارد دون ترجمة هذه المحاولات لأهداف محققة. كموخ يلعب بالأعصاب. كموخ في مدة دقيقتين لا يترجم هدفين. لكن الامتياز هو من اللاعب زياني الذي قاد وصال وأخذ معه كل دفاع نادي بلدية قيس. كرة قيسية. الكرة قيسية. اللاعب زياني أدى ما عليه في هذا اللقاء. كرة عنابية. لاعب زياني. شوف الإعادة. شوف الإعادة مرة أخرى لهذا. شوف زياني ينفرد. ينفرد وباليمنى واليسرى وتمريره مليمتريه. وكموخ يفعل كل شيء الا التسجيل. يعني استعمل السهل الممتنع في التمريره هذه. هاك وسجل فقط. ما يسجلش. يعني كره قيسيه لكن بالخطا. ماشي بالخطا لكن الصدفه جاءت. ومرة أخرى السرعة والتسرع. تغيير أيضا على مستوى حراسة المرمى بدخول جمعة حسام في مكان بالمالك أبو علام الذي يكون قد تأثر بأول تدخل والانفراد الصريح. تغيير كان منذ قليل. جمعة مباشرة إلى وسط الميدان. وفي الطريق يا رضا تيفو أشهد ولا أروع في المدرج الشمالي على الشاشة مشاهدينا الكرام. على كل المدرجات تقريبا يحضرون لتيفو. دقيقة 83 بعد ثواني من الآن. دقيقة ونصف. دقيقة ونصف. مازال ما خرجتش حكم اللقاء يقول خرجت. حكم المساعد. شوف تيفو. تيفو في الصورة. شكرا زملائنا التقنيين اتحاد عنابة. عن 23 حكم الولاية. اللونين الأحمر والأبيض. هذه الولاية التي ضحت مسؤوليها وشعبها في سبيل رؤية الفريق يعود تدريجيا إلى مكانته الأصلية. رضا هي ليست تضحية. هو عمل. هو واجب. هو هؤلاء الجمهور الذي أمامنا هنا في عنابة يتنفسون كرة القدم. يعشقونها. يعيشون وينسون ويبيتون على أخبار ناديهم مهما ارتقى أو مهما نزل. يبقى اليوزما اتحاد عنابة هو المدلل. هو المعشوق الاول والاخير في هذه الولايه. فكر ان المباراه هي اسم عنابه وليس اسم طلجي. تيفو الذي يصعد في هذه الاثناء. الدقيقه 83. الكره قيسيه. هكذا هي مكتوبة باللغة الإسبانية. ديوس أميغوس. وداعا أصدقائي. للأقسام الجهوية. أصدقائي. وداعا أصدقائي.
أديوس أميغوس، أديوس أميغوس للقسم الهواة. الكرة قيسية، كشير أمام الكرة، عنده خبرة 40 سنة، جمع في توجيه أصدقائه على بعد المخالفة، على بعد 35 متر تقريبا، مباشرة بقبضة اليد تبعدها ويشتتها الدفاع، الدفاع العنابي مباشرة من الحارس نصير. كل الأنظار رضا موجهة صوب المدرج الشمالي بما نحن بما فيهم نحن نطالب به الزميل المايسترو رفيق عنيق توجيه كاميرا الهاتف إلى المدرج الشمالي. شكرا رفيق، شكرا للفرقة التقنية على هذه الصور. يا زاوية سلام. يا سلام، شيء أشبه بالحلم هنا في عنابة، هم يعيشون الحلم، هم يعيشونه واقعيا مع صعود ناديهم، صعود ألوانهم إلى الحظيرة الثانية. ماسك صلاح فريق شباب قيس، خمس دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء، نهاية الشوط الثاني واللقاء ككل والتوزيع والتشتيت، وكان اللقاء يمشي بهذه الوتيرة منذ الدقيقة الخامسة. طوال 80 دقيقة اتحاد عنابة متفوق على شباب قايس بوقع هدف دون رد، الهدف من توقيع زياني. بشير رياحية ولكن تخرج مباشرة للتمس صلاح فريق اتحاد عنابة. بشير مايسترو، بشير عبد الملك، على نهجي وعلى دربي وعلى هدي شقيقه الأكبر عبد العزيز بشير. انتظار تنفيذ التماس، كم تجد من الوقت بدل الضائع سوف يكون يا ترى؟ انا اظن راح يكون ربعه الى خمسه دقائق، وانا اظن ربما الحكم لن يحتسب اي وقت ضائع، هكذا الوقت اللي وقف فيه اللقاء. اظن سوف تكون اربعه او خمسه دقائق على تقديري البسيط. الكرة عنابية، مباشرة إلى وسط الميدان والبحث عن المباغتة بالنسبة لاتحاد عنابة والعودة في النتيجة. أوه شوف 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 شوف، أوه كان أذكى منك عادل معيزة، يلعب خبرته يا عزيزي عادل معيزة برزانة وهدوء. الخبرة، الخبرة عامل الخبرة، أيضا هو فيصل في مثل هذا اللقاء وفي لقاءات عديدة في مجال كرة القدم، الخبرة أيضا لها دورها ولها ثقلها. وتوزيع، أوه عب النار، حكم اللقاء يقول تقديم الرجل، مخالفة لصالح فريق شباب قيس. عامل الخبرة على المستوى المحلي وأيضا على المستوى القاري، وهذه صور من دكة بدلاء الخاصة باتحاد عنابة، الكل على أعصابه ليس للنتيجة وإنما لانتهاء اللقاء وانطلاق الأفراح. انطلاق الأفراح، الصغير الكبير كل شيء، حتى جمهور قال ما راهو فرحان طالما أنه مدرب كمال مواسى ابن قال ما راهو هو مهندس هذا الصعود. قال ما على مقربة حوالي 60 كيلومتر تقريبا من هنا من عنابة، بعد اختفاء عديد انديتها في صورة ترجي غالما. هذه المدرسة هناك كان مثلث في الشرق الجزائري، ترجي غالما وفاق القل وايضا سريع الحروش. هنا ننسى جيل عزابة، كان مثليجان في تبسة، وعديد الاندية، الاندية التي صعدت ثم افل نجمها فجأة لتعود الى جحيم الاقسام الدنيا. نعيش اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة، نعيش الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء. سانتا كروز العلامة أو بصمة عنابة، ليس سانتا كروز ولكن قديسة أو كنيسة القديس أوغستين سانتو غيسان، ولهذه المدينة حتى لا نكون دائما في الجانب الرياضي،
لهذه المدينة ومدينة مضوروس هنا على مقربة من هنا لها تاريخ كبير بالنسبة لسانت أوغستان أو غيره من أمثال أبوليوس صاحب أول رواية أدبية في التاريخ الإنساني منذ قبل الميلاد. تاريخ هذه المدينة يشفع لها، تاريخها القديم وتاريخها الحديث يشفعان لها بتواجدها ضمن الكبار على الأقل في شقها الكروي، طالما هي ضمن الكبار في شقها الزراعي والاقتصادي والصناعي وغيره. تدخل عنيف، إن شاء الله تكون سلامات، إن شاء الله تكون سلامات بعد تدخل تغزة عبد الملك اللي شادوا فيه في الصورة على اللاعب الصفاوي بلال. والأهزيج لم تتوقف في انتظار إسعاف مصطفاوي خارج أرضية الميدان. في الصورة تغزة عبد الملك، يستفيد من خطأ تغزة، والتوزيع نحو الرؤوس، مفيش تسلل، مفيش عودة من التسلل. حكم اللقاء يقول هناك تسلل، حكم اللقاء يقول هناك تسلل ولاعب ملقى على أرضية الميدان. اصطدام ما بينه وما بين الحارس، إن شاء الله تكون سلامات يا بن قيس أيها الأخضر الأوراسي، إن شاء الله تكون سلامات. إن شاء الله تكون سلامات فقط. إذا كان بالإمكان زملائنا التقنيين نعود نشوفوا الهدف من الأول منذ الدقيقة الخامسة بعد انقضاء الوقت الرسمي. الوقت الرسمي انتهى، نعود نشوفوا الهدف مع زملائنا التقنيين. هدف على طريقة الكابتن ماجد، على طريقة البلاي ستيشن. شوف 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 في توقيت حساس ليسير باقي اللقاء بأريحية. هذا كان زياني صاحب هدف الوحيد في هذا اللقاء. شوف مرة أخرى، شوف شوف صنعها باليمنى ودار باليسرى وقذفها مباشرة باليسرى نحو الشباك، كرة لا ترد ولا تصد ويهتز الشباك. هذا زياني فرحت بتسجيل الهدف الوحيد في هذا اللقاء. كالغزال رئة الفريق يصول ويجول، صنع صانع ألعاب وساهم في تمريرات حاسمة وسجل هدف، فعل كل شيء تقريبا في هذا اللقاء. الكرة قيسية، لسنا ندري كم من الوقت الرسمي قد أضاف حكم اللقاء. مهم دقيقة، دقيقة ونصف تقريبا، دقيقتين مرة من الوقت بدل الضائع. اتحاد عنابة هدف، شباب قيس لا شيء، وهناك للإشارة هناك حفل فني هذه الليلة هنا بعنابة، بالضبط بهذا الملعب، احتفالا واحتفاء بصعود الطلبة إلى حظيرة القسم الوطني الثاني. إن شاء الله السلامات. موخ زكريا تنفذ، تبقى الكرة عنابية. التغيير لكن مباشرة إلى التماس لصالح فريق شباب قيس. هذه كانت قذفة اللاعب الدريدي هارون اللاعب البديل، لاعب الأمال، فضل كمال موسى إشراكه في هذا اللقاء. كرة قيسية، ولو انه الخساره خساره قد حتمت من هذا الكبير اتحاد عنابة على شباب قيس، الا انه ذلك ابدا لا يعني المستوى الحقيقي لشباب قيس لو وجد الدعم. الشير ان شاء الله السلامات. الشير في الصوره، خريج مدرسه القل، وانتهاء اللقاء.